السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هنشرح في الفيديو بتاع النهاردة إزاي أصمم secondary beam and main beam والكونكشن بتاعتهم، وإزاي أقدر أرسمه. في الأول عندي أهو ده فريم والميزانين بتاعه. الميزانين ده عبارة عن main beam، اللي هي البيم دي هي عبارة عن المين بيم، وعندي هنا اللي ماشي عمودي عليها دول اللي هم secondary beam. طيب هنا هو مديني ان ال تي اس اللي هي التخانة بتاعت السلابة 14 سنتي، واللايف لود اللي جاي على الميزانين نص طن على متر سكوير، والسبيسنج بتوين الفريمز 6 متر، يعني في فريم تاني بعد الفريم ده، المسافة بين الاتنين فريم في الاتجاه العمودي ده 6 متر. طيب والفلور كفر اللي على الميزانين 0.15. تمام، احنا عارفين ان تبقى البيم عندي بالمنظر ده، وباجي احط فوقيها ديك شيت بالمنظر ده، وبعد كده باجي احط هنا بلاطة خرسانة، وبعد كده فوق البلاطة الخرسانة بيبقى فيه الفلور كفر. طيب انا دلوقتي عايز اصمم السكندري بيم، هنفترض ان انا عايز اصمم السكندري بيم اللي موجودة هنا دي. طيب السكندري بيم اللي موجودة دي شايلة مساحة قد ايه من البلاطة الخرسانة من أول سنتر لاين الكاميرا دي لحد سنتر لاين الكاميرا، بينها وبين الكاميرا التانية، يعني هي شايلة المسافة دي. طب المسافة دي قد ايه؟ اللي هي نفس ال اي دي اللي هي 2.5 متر، دي المسافة اللي هي بتخدمها الكاميرا اللي في النص دي. طيب يبقى اللود اللي هي شايلاه قد ايه؟ أول حاجة تي اس في جاما سي، كده انا جبت وزن البلاطة الخرسانة وتي اس خليتها بالمتر، ضربت تي اس في جاما سي، ادي وزن البلاطة الخرسانة زائد الفلور كفر، تمام، ده كده كله طن على المتر سكوير. ضربت في المسافة اللي بتخدمها البيم او المسافات بين البيمز عشان احولها طن على المتر رن، وبعد كده جمعت عليها الاون ويت بتاع الكاميرا الستيل. يبقى انا كده في الاخر جبت وزن البلاطة الخرسانة والفلور كفر على المتر سكوير، ضربته في السبيسنج حولته طن بير متر ران، وجمعت عليه الاون ويت بتاع البيم اللي انا فرضته، يبقى انا في الاخر طلعت الدبليو ديد لود اللي هيجي على الكاميرا بتاعتي 1.3 طن على المتر ران. بعد كده اللايف لود هو كان مديني اللايف لود بنص، ضربته في السبيسنج لان هي برضو بتخدم من المسافة دي للمسافة دي، فضربته في 2.5، حولته من طن بير متر سكوير لطن بير متر رن، فبقى ده الوزن اللي جاي لي على القمر. بعد كده ضربت 1.2 W dead زائد 1.6 W life عشان احول اللود ultimate، يبقى انا في الاخر طلعت التوتال لود ultimate بالقيمة دي. بقى عندي سيمبل بيم السبيسنج بتاعتها او السبان بتاعها هو السبيسنج بين الفريمات، لان هي واصله من اول الفريم ده لحد الفريم اللي وراها كده، فهي تعتبر هي الستة متر دي، فيبقى السبان بتاع الكاميرا هو السبيسنج بين الفريمات. بعد كده طلعت المومنت دبليو ال سكوير على 8 والشير دبليو ال على 2. طيب عايز بقى اصمم الكاميرا دي، اول حاجه هنا بيقول لي ان البيم دي لاترالي سبورتد، يعني ايه؟ يعني زي ما احنا رسمنا فوق كده ان البيم بالمنظر ده، وهنا في فوق في بلاطه خرسانه، فتعتبر بلاطه خرسانه دي ماسكه الكومبريشن فلانج بتاعه الكاميرا، فتعتبر لاترالي سبورتد. الحته دي هندرسها بالتفصيل قوي بس قدام، خلينا دلوقتي نعرف ان هي بس لاترالي سبورتد، قدام هنعرف ايه الفرق بينها وبين الان سبورتد يعني لما ناخد الدرس اللي بعد كده. فاللاترالي سبورتد هو معادله واحده ان المومنت ريزيستنت بتاعه الكاميرا بتساوي فاي في زد اكس بتاع الكاميرا في الاف يلد. طيب حلو، مش المومنت ده انا لسه حاسبه في الخطوه اللي فوق، انا عايز كاميرا تشيل مومنت 16، فبقى المومنت اهو ضربت في 10 اس 2 عشان هو هنا كان متر طن، عايز احوله سنتيمتر طن، فضربت في 100، تمام.
بعد كده الفاي دي بوينت 85 مضروبة في زد اكس مضروبة في اف ييلد. طيب ايه هنا اللي مجهولها عندي؟ انا هنا مش عارف الزد اكس. طلعت الزد اكس، قلت ان الاس اكس بتاعت الكاميرا بتساوي زد اكس على 1.13 او 1.15، يعني الرقم ده هو رقم ابروكسيميت، ممكن يبقى من 1.13 لحد 1.15. طيب بعد كده طلعت الاس اكس، اعمل ايه بالاس اكس دي؟ لو حضرتك دخلت على جداول الاي بي اي هتلاقي في خانه موجود فيها الاي اكس وفي خانه موجود فيها الاس اكس. هخش في الخانه اللي فيها الاس اكس واشوف اس اكس اكبر شويه من الاس اكس دي او قدها، فلاقي ان في الجدول اقرب حاجه لدي هي الاي بي اي 330 وان الاس اكس بتاعتها 713. طيب فهاجي هنا اقول طلعت من الجداول ان البي فلانج بتاعتها 16 سنتي والتي فلانج بتاعتها بالرقم ده، وادي التي ويب وادي البي والاتش ويب، الثلاث ارقام اللي فوق دول انت هتطلعهم من الجدول عادي جدا مفيش فيهم اي مشكله. طب ايه الكمتين دول؟ دول اللي انا هحتاجهم في التشيك اللي جاي. ايه التشيك اللي جاي ده؟ اول تشيك عندي از كومباكتنس او سلندرنس. طيب بطلع من ايه من التشيك ده؟ بطلع نوع القطاع بتاعي كومباكت او نون كومباكت او سلندر سيكشن. هنا بما ان القطاعات بتاعتي هوت رولد ودايما بطلعها من الجداول فغالبا بتطلع على طول كومباكت سيكشن. طب اعرف منين بقى ان القطاع كومباكت او نون كومباكت؟ ان انا باجي اقسم البي على التي فلانج. ايه البي وايه التي فلانج؟ التي فلانج هي تخانه الفلانج اللي انا بطلعها من الجدول. طب البي؟ البي هي الجزء الفري اللي هنا اللي هو قدامنا في الصورة. طيب البي دي احسبها ازاي؟ احسب نص البي فلانج ناقص تي ويب طيب ايه البي دي؟ البي دي هي المسافة الفري من الفلانج اللي هي الحد هنا دي. طيب اطلعها ازاي الحتة دي؟ هاخد البي فلانج اقسمها على الاتنين واطرح منها تخانة الويب واطرح منها الراديوس، فيبقى عندي راديوس يمين. أمي دي حتة بقى، طيب طيب مين البي دي؟ البي دي هي المسافة الفري من الفلانج للمسافة دي. طب اطلعها ازاي؟ هاخد نص مضروبة في البي فلانج ناقص التي ويب ناقص اتنين الراديوس، فيبقى خدت نص البي فلانج ناقص التي ويب ناقص اتنين الراديوس، ابقى جبت المسافة دي. يبقى اخد البي اقسمها على التي فلانج تديني رقم هقارنه ب16.9 على جذر الاف ييلد، وبما ان هنا ستيل 37 فالاف ييلد ب2.4، تمام، فالرقم ده طلع اقل من الرقم ده. تاني تشيك ان الاتش ويب على التي ويب تكون اقل من 127 على جذر الاف ييلد، تمام. هنا الاتش ويب بجيبها ازاي؟ هاخد الاتش التوتال بتاعت القطاع اللي هي لو هنا مثلا اي بي 330 هتلاقي الاتش بتاعته اللي في الجدول 33 سنتي او 330 مللي يعني. هنا هيبقى ال H web بيساوي 330، أطرح منها 4 T flange أو المفروض 2 T flange زائد 2 ال R، تمام، اللي هو هطرح 2 T flange وهطرح 2 ال R. هو هنا اعتبر إن ال R بتساوي T فهنا إيه خليها 4 T flange. طلعت الرقم ده اللي هو ال H web، هاجي هنا اقسم ال H ويب على T ويب اطلع رقم، الرقم ده اقل من ده يبقى كده القطاع بتاعي كومباكت، يبقى انا هقدر اطبق عليه المعادلات بتاعتي. طيب اول معادلة عندي 3 تشيك في البيم، تشيك بيندينج، تشيك شير، تشيك ديفليكشن.
تشيك بيندنج هي نفس المعادلة اللي انا عملت فيها تشويس سيكشن، بس المفروض انا عايز اطلع المومنت ريزيستنت للقطاع ده. معايا ال 5.85 ضربت في الزد اكس اللي هي 1.13 او 1.15 في الاس اكس اللي انا مطلعها للجداول بتاعت الاي بي اي 330، مش اللي انا لسه حاسبها فوق، وضربت في الاخر في الاف يلد، طلع لي في الاخر ان المومنت ريزيستنت هو القيمة دي لازم تكون اكبر من الام التيميت اللي جاي على القطاع، اللي هي هنا كانت بتساوي 16.2×10^2. طيب بعد كده تشيك شير، المعادلة بتاعت الشير فاي في بوينت سكس الاف يلد في الاريا ويب. طيب عندي بوينت سكس اف يلد، الاريا ويب هاخد اتش بتاعت القطاع كلها مضروبة في التي ويب، طلعت الرقم ده اضربه في الفاي بتاعت الشير اللي هو 0.85، يبقى انا في الاخر طلعت الريزيستنت بتاعت الكاميرا للشير تكون اكبر من الشير الالتيميت اللي جاي على القطاع اللي هو هنا كان كام، كنت انا حاسبه ب10 طن، انا هنا الكباست بتاعت القطاع 30 طن اكبر منها. بعد كده تشيك ديفليكشن 5/384 WL^4 على E في I. طيب خلاص ده رقم W في L^4 على E في I. ال I دايما هطلعها من الجدول بالسنتيمتر، وال E دايما هتبقى 2100 طن على السنتيمتر. ال L وانا بحطها في المعادلة لازم احطها بالسنتيمتر، فعشان كده حطيتها 600. وال W دي هي W life load فقط مش total load. طب تعالى هنا كده شوف بقى ال W life load، انا هنا كنت حاسب ال W life load نص في 2.5 بقت 1.25، فانا خدت ال 1.25 اللي هي W life load قبل كمان ما اضربها في الفاكتور، من غير ما اضربها في الفاكتور، بس 1.25 دي طن على الميتر ران، انا عايز احولها طن على السنتيمتر ران، عشان كده قسمت على 100. يعني في الديفليكشن دايما باخد W life load وتكون unfactored، مضربهاش في 1.6 وكمان احولها سنتي. طيب طلع لي في الاخر ان الديفليكشن ده 0.85 يكون اقل من اللزبان على 300. كده خلصنا تصميم السكندري بيم. تاني حاجة تصميم المين بيم، هو نفس سيكونس تصميم بالظبط، مفيش أي حاجة مختلفة. كل اللي يختلف وأنا بحسب اللود بقى، أنا هنا عندي دي المين بيم، جايلي كاميرا هنا سكندري وكاميرا هنا سكندري وهكذا. فالكاميرا المين دي تعتبر شايلة ايه؟ شايلة الكاميرا السكندري وشايلة نفسها. طيب أحسب إزاي اللود اللي جاي من الكاميرا السكندري؟ أنا عندي هنا رياكشن للكاميرا دي والرياكشن للكاميرا دي، اللود ده يعتبر مجموع الرياكشن، فيبقى الـ R اللي هي اللود ده بيساوي الشير بتاع الكاميرا أو الرياكشن بتاع الكاميرا مضروب في 2. ليه في 2؟ عشان كل نقطة فيها كامرتين متشالين، عشان كده ضربت في 2. بعد كده الـ On Weight، افترضت إن الـ On Weight بتاع المين بيم 0.07، ممكن تفترضه 0.1 عادي، هاخد ده اضربه في 1.2 عشان احوله فاكتورد، والار دي اصلا هي فاكتورد. تمام، فبقى عندي كاميرا بالمنظر ده عليها لود هنا ديستريبيوتد وعليها لود هنا كونسنتريتد، اقدر احسب المومنت للكاميرا دي قد ايه والشير للكاميرا دي قد ايه. طيب هصممها ازاي؟ نفس الطريقة اللي فاتت بالظبط، ان انا اقول ان المومنت بيساوي فاي في زد اكس في الاف يلد، المومنت عندي اللي انا عايز اجيب كاميرا ليه، والفاي معايا والاف يلد معايا، هطلع الزد اكس، والزد اكس اقول ان الاس اكس بتاع زد اكس على 1.13 او 1.15، اطلع الاس اكس، اخش في الجداول اطلع قطع ليها. هنا لو دخلت في الاي بي اي هلاقي ان الاكبر اي بي اي مش هتكفي الاس اكس دي، فاعمل ايه؟ اخش في قطاعات الاتش اي بي اطلع القطاع المقابل ليها، الاقي اتش اي بي 550. طيب اول حاجه اعملها ايه؟ اعمل تشيك كومباكتنس بنفس الطريقه بالظبط، وهلاقي ان القطاع لازم ادام انا مطلعه من الجداول هيطلع معايا كومباكت سيكشن.
بعد كده عندي ثلاثة تشيك، تشيك شير وتشيك بيندنج وتشيك ديفليكشن. التشيك بيندنج هي نفس المعادلة اللي احنا عاملينها فوق، بس هنا ده الزد اكس بتاعة ال اتش اي بي 550، اطلعها من الجداول، اطلع الاس اكس من الجدول واضربها في 1.13 او 1.15، يبقى هي دي الزد اكس بتاعتي. في الاف يلد طلعت المومنت ريزيستنت بتاعت الكاميرا، المفروض يكون اكبر من الام التيميت اللي انا لسه حاسبه فوق، تمام. طيب بعد كده الشير، الشير 0.6 الاف يلد في الاريا ويب، ادي 0.6 الاف يلد. الاريا ويب هي الاتش بتاعت القطاع في التي ويب. بعد كده طلع لي ده الرقم ده، اخده اضربه في الفايل اللي هي 0.85، طلعت في الاخر ان الريزيستنت بتاعت الكاميرا 101 طن، اكبر من الشير اللي جاي على القطاع عندي اللي هو 32 طن. طيب تالت حاجة بعد كده هو تشيك ديفليكشن. هنا الديفليكشن بقى عندي كونسنتريتد لود، تلاتة كونسنتريتد لود، تمام. والار دي بقى مش الار توتال، يعني الار دي لو لاحظت هي 7.5، ما هياش الار توتال اللي انا حسبت عليها المومنت اللي هي كانت ب21. طب ليه؟ عشان هنا دي الار نتيجة اللايف لود فقط. يعني انا جبت الكاميرا السيمبل بيم زبانها 6 متر، حطيت عليها اللايف لود اللي هو كان 1.25، وطلعت الرياكشن ده. بعد ما طلعت الرياكشن ده ضربته في 2 هيطلع لي 7.5، عشان هما كاميرتين. طيب ازاي بقى احسب الديفليكشن للكاميرا اللي عليها 3 كونسنتريتد لود؟ دي كنا بنحسبها بحاجة اسمها كونجكت بيم. ازاي كونجكت بيم؟ نركز مع بعض بقى في الحتة دي. انا دلوقتي عايز احسب شكل المومنت اللي قدامي، او ارسم شكل المومنت للكاميرا دي. هعمله ازاي؟ اول حاجه اجي احسب الرياكشن اللي موجود هنا. الرياكشن ده بيساوي كام؟ يساوي سيجما الواي على الاتنين، فيبقى 3 في 7.5 على الاتنين يطلع لي 11.25. طيب يبقى المومنت بقى اللي هنا بكام؟ 11.25 في المسافه دي اللي هي كانت 2.5، جبت القيمه دي. والمومنت اللي هنا بكام؟ 7.5 في 2.5 اللي هي المسافة دي ناقص 11.25 مضروب في المسافة دي اللي هي 5. كده طلعت الشكل اللي قدامي ده. أحسب له إزاي كونجكت بيم؟ إن أنا كنت بحسب الأريات بتاعة الشكل ده، فعندي مثلث هنا أحسب له الأريا بتاعته، وعندي شبه منحرف هنا أقسمه مثلثين عشان أحسب له إيه الأريا بتاعته. أول حاجة المثلث ده الأريا بتاعته كام؟ نص في 28.12 في المسافة دي اللي هي 2.5، يطلع لي الرقم ده 35.15. طيب الفورس اللي أنا حسبتها دي بتأثر فين؟ بتأثر في تلت المثلث من ناحية القاعدة، يعني في الحتة دي، وإن المسافة من هنا لهنا هي تلت الاتنين ونص، ومن هنا لهنا تلتين الاتنين ونص، فلاقي هنا إن الفورس دي بتأثر على بعد تلتين الاتنين ونص. بعد كده تاني مثلث، المثلث اللي هنا ده نص في 28.12 في المسافة دي اللي هي 2.5 برضه، فيديني نفس الرقم. بتأثر فين؟ على البعد ده اللي هو تلت من ناحية القاعدة. طيب فيبقى البعد بين الفرشة دي والفرشة دي قد ايه؟ تلت 2.5 وتلت 2.5، فهو تلتين 2.5 اللي هو الرقم ده برضه. تالت مثلث عندي هو المثلث ده نص في 37.5 في المسافة اللي هي 2.5، يديني 46.87، وبيأثر في تلت 2.5 من الناحية دي، فيبقى المسافة دي هي تلت 2.5 المسافة اللي فيبقى المسافة اللي باقية بين الاتنين فورسز دي هي برضو تلت 2.5 اللي هي دي. يعني الفورس دي تلت 2.5 من الناحية دي، فورس دي تلت المسافة اللي هي 2.5، يبقى اللي فاضل بينهم هو تلت 2.5. طيب ايه المسافة دي؟ هو جاب المسافة لحد سنتر الكاميرا. دلوقتي حولت الشكل اللي قدامي ده لمجموعة فورسز، وحطيت أماكن التأثير بتاعتها على حسب كل مثلث، بحط في تلت المثلث الفورس بتاعته، وحسبت المسافات بتاعتها. طيب بعد ما حسبت الشكل ده بقى هو ده المسافات اللي عندي، أعرف أحسب الرياكشن اللي هنا برضو. الرياكشن بقى نتيجة الفورسز دي. طب الرياكشن ده بيساوي ايه؟ بيساوي مجموع التلاتة دول،
طب ليه ما قسمتش على الاتنين؟ عشان احنا اصلا جايبين التلاتة دول نتيجة نص الكاميرا فقط مش الكاميرا كلها، من الكاميرا سيمتريك فيبقى الرياكشن ده هو مجموع التلاتة فورسز اللي هنا. طيب بعد كده احسب بقى الام الاستيك، احسبها ازاي؟ ان انا هجيب النقطة اللي هي نص الكاميرا دي، اجيب المومنت عندها بكام اللي هو بيساوي 117.2 مضروبة في المسافة دي كلها اللي هي بخمسة، ناقص 35.15 مضروبة في المسافة دي، ناقص 35.15 في المسافة دي، ناقص 46 في المسافة الصغيرة دي. يبقى أنا كده في الآخر جبت الـ M Elastic. يبقى الـ Deflection بيساوي الـ M Elastic اللي أنا لسه حاسبه أضربه في 10^6 عشان هو كان متر تكعيب في طن، وأنا عايز أحوله سنتيمتر تكعيب في طن، مش كده؟ أضربته في 10^6 على 2100 في الـ IX بتاعة القطاع، طلع لي 1.35 سنتيمتر، والألاوبل هو الزبان على 300 اللي هو 3.3 سنتي. كده يبقى أنا صممت المين بيم كمان. نيجي بعد كده لتصميم الكونكشن بين المين بيم والسكندري بيم. بتبقى ازاي الكونكشن؟ بتبقى بالمنظر اللي قدامنا ده، ادي المين بيم اهي، وادي السكندري بيم داخلة فيها، وبعدين باجي هنا اربط بيم الناحية انجل الناحية دي، وفي انجل زيها بالظبط الناحية التانية ورا، وبعد كده بربط بمسمار مع السكندري بيم ومسمار مع المين بيم. طب دي يبقى شكلها عامل ازاي؟ ادي اهو، لو انا باصص في الاتجاه هنا القطاع بتاع المين بيم ماشي كده، خطين الفلانج فوق وخطين الفلانج تحت، وادي القطاع بتاع السكندري بيم، وادي زاوية من الناحية دي، وادي زاوية من الناحية دي، وادي المسامير اللي رابطة السكندري بيم، وادي المسامير اللي رابطة المين بيم. طيب لو بصيت الناحية التانية اللي هي الناحية دي كده، أشوف آدي قطاع المين بيم اللي هو الـ HEB 550، وآدي الـ IBE 330، وآجي هنا أعمل لها حاجة اسمها شامفر أو أقطعها كده بالمنظر ده عشان أعرف أخش جوه المين بيم، وبعد كده أحط الزاويتين دول وأحط المسامير. هناخد الرسم في آخر الفيديو إن شاء الله بالتفصيل. وده شكل البلان بتاعها، ادي المين بيم وادي الاتنين سكندري بيم وادي انجل من كل ناحية. طب ازاي بقى اصمم الكونكشن دي؟ قال لي صمم الكونكشن دي استخدم نمبر ريتينشن بولت الدايمتر بتاعه ام 16 ام 18 والجريد 4.6. في الاخر المسامير دي لو انا جيت بصيت كده على الكونكشن، في الاخر السكندري بيم دي عبارة عن سيمبل بيم، في الاخر ليها رياكشن، الرياكشن ده في الاخر عايز يتنقل هنا. لو بصيت الاقي ان الرياكشن ده عمودي على محور المسمار ده وعمودي على محور المسمار ده، ففي الاخر هو بيعمل على المسامير دي شير. طب ازاي اصمم مسامير عليها شير؟ ده اللي احنا خدناه في الشيت اللي فات وفي الفيديوهات اللي فاتت، ان انا في الاول بحسب الار سنجل شير، كنت بحسبها ازاي؟ 0.6 في الاريا بتاعت المسمار، في 0.6 في ال F ultimate، وال N هنا حطيتها بواحد، فأنا حسبت كده ال R single shear ضربتها في 2 حولتها لل R double shear، فيبقى عندي N واحد. مين N واحد دي؟ N واحد دي اللي رابطة ال secondary beam مع ال angle اللي هي دي، اللي رابطة ال secondary beam مع ال angle. طيب ال T web بتاعة ال secondary beam والتي ال اللي هي بتاعت الانجل، دول الاتنين اللي انا هاخد منهم التي مينيموم عشان احسب مين؟ عشان احسب الار بيرنج. الار بيرنج كنت بضرب في الاخر في المعادلة في التي مينيموم، والتي مينيموم دي كنت بقول ان هي الاصغر من الحاجتين اللي انا بربطهم مع بعض، انا بربط السكندري بيم مع الانجل، فيبقى التي مينيموم 0.75. طلعت الار بيرنج، اقسم الرياكشن بتاع الكاميرا اللي هو كان 10.6 على الار ليست اللي هي هنا الاصغر من الدبل شير مع البيرنج، فيطلع لي ان انا محتاج مسمارين. طب هنا ليه دبل شير؟ لان انا عندي لو بصيت هنا في البلان هلاقي ده الويب بتاع السكندري بيم اهو،
وعندي انجل يمين وانجل شمال، وفي الاخر في مسمار. المسمار ده لو بصيت على عدد مستويات الكسر بتاعه الاقي مستوى فوق هنا ومستوى تحت هنا، فيبقى الان بتاعتي باتنين. طيب بعد ما صممت ان واحد عايز اصمم ان اتنين، برضو هتبقى الكيو على الار ليست، والار ليست هي الصغيرة من الحاجتين اللي هي الار سنجل شير والار بيرنج. طب في الار بيرنج عندي التي مينيمم، تي مينيمم من الحاجتين اللي انا بربطهم اللي هو التي انجل، ومين تاني؟ التي ويب بتاعت المين بيم، عشان المسمار ده لو بصينا على المسمار اللي هو ان اتنين هلاقيه رابط مع المين بيم، فالحاجتين اللي بربطهم تخانة الانجل او تخانة المين بيم. طب ليه بقى باخد سنجل شير مش دبل شير مع ان في كاميرا الناحية التانية؟ لان الكاميرا دي ممكن ما تبقاش موجودة، لو الكاميرا المين دي هي اخر المصنع فالكاميرا دي ما تبقاش موجودة، او مثلا في اي حاجة في المينتيننس، او الراجل عايز يعمل اي تعديل فعايز يفك الباكية دي فعايز يشيل الكاميرا دي، فساعتها المسامير دي هيبقى ما فيش حاجة وراها، فساعتها هتبقى رابطة الويب كده. لو بصيت البلان هنا بقى عندي الويب بتاع المين بيم، وادي الويب بتاع السكندري بيم، وادي انجل من الناحية دي، وادي انجل من الناحية دي. ساعتها المسمار ده هو مش مربوط غير مع الويب بتاع المين بيم ومع الانجل، فده سنجل شير والمسمار ده سنجل شير، لكن المسمار اللي هنا ده على طول هيبقى دبل شير لان هو ليه مستويين كسر. طيب فيجي هنا اقسم الفورس اللي عندي على الار ليست من السنجل شير والبيرنج، يطلع لي 2 و9، ممكن اخدهم 3، بس هنا انا لازم اطلعهم عدد زوجي يبقوا 4 فولت. ليه عدد زوجي؟ لان هما في الاخر هيتقسموا على الناحيتين، يبقى عندي مسمارين هنا وفي مسمارين ورا الناحية التانية، فيبقوا في الاخر 4 مسامير. وفي الغالب ان اتنين بتطلع دايما ضعف ان واحد، لو انا محتاج هنا 3 مسامير غالبا ببقى محتاج في ان اتنين 6 مسامير، 3 الناحية دي وتلاتة الناحية التانية. بعد كده بيقول لي ان انا عايز اصمم نفس الكاميرا بس عايز اصممها continuous beam. ايه الفرق في continuous beam؟ هو شكل المومنت وشكل الشير. هلاقي شكل المومنت عندي بقى بالمنظر ده، بقى عندي فيه مومنت نيجاتيف ومومنت بوزيتيف، والشير عندي هيبقى بالمنظر ده. طيب ادي الايه معايا اللي هي 2.5 اللي هي المسافات بين السكندري بيم، وعندي الدبليو توتال مديهالي ب 3.56. طيب اعرف احسب الام نود. ايه الام نود؟ الام نود ده المومنت اللي على الكاميرا السيمبل العادية، يعني لو كانت الكاميرا دي سيمبل عايز احسب لها المومنت هيديني الام نود اللي هو دبليو ال سكوير على 8. طيب الدبليو 3.56 في ال ال اللي هي ب 6، يبقى 3.56 في 6 سكوير على 8 يديني كام؟ يديني 16.02، ده الام نود. تمام. فالام التيميت مين الام التيميت هنا؟ اللي هي البوزيتيف، يعني عندي هنا بوزيتيف وعندي هنا نيجاتيف، فعندي المومنت البوزيتيف 0.9 في الام نود، الام نود انا لسه حاسبها، فيديني ان الام التيميت البوزيتيف 14.4. طب والشير الالتيميت عندي 0.6 الكيو، فيبقى 0.6 الدبليو في ال 0.6 الدبليو في ال. ليه؟ لان الشير عندي بتاع الكاميرا هو دبليو ال على الاتنين. تمام كده، وانا عندي كامرتين فيبقى دبليو ال على الاتنين زائد دبليو ال على الاتنين اللي هي تعتبر دبليو ال، فيبقى 0.6 في الكيو نود او في الدبليو ال يطلع لي 0.6 مضروبة في الدبليو اللي هي 3.56 في ال ال 6، يطلع لي الشير اللي جاي على الكاميرا 12.8. تمام. طيب هصمم الكاميرا ازاي؟ عندي كاميرا عليها بوزيتيف مومنت وعليها شير، هصمم بنفس الطريقة اللي انا صممتها بالظبط. طيب في هنا نيجاتيف مومنت، هيبقى المفروض ان الكمبريشن فلانج بتاعتي هنا هيبقى عندي الكاميرا كده
وادي البلاطة فوق هنا، ساعتها المومنت تبقى فوق، فبقت الكمبريشن فلانج اللي هي تحت، فبقى اسمها laterally unsupported beam. دي لسه هتاخدوها بعدين، بس انت هتعرف ان هي هنا مش كريتيكال قوي، لان قيمة المومنت هنا هتبقى صغيرة، والطول اللي هنا اللي عليه المومنت كمان صغير، فمش هيبقى كريتيكال. طب اصمم ازاي بقى الكاميرا؟ نفس اللي احنا عملناه بالظبط في البيم السيمبل، هو مجرد بس ما انا حسبت المومنت والشير بتاعها خلاص. انا هصمم بنفس الطريقة بالظبط، اجي هنا اقول المومنت بيساوي كذا زد اكس في الاف يل، واطلع الزد اكس واخش اطلع من الجداول اس اكس، اعمل الشيب كومباكتنس، وبعد كده اقول ان انا عندي هنا في البوزيتيف سيكشن مفيش لاترال تورشنال باكلينج، وبعد كده احسب الام ريزيستنت، واحسب الشير، واحسب الديفليكشن بنفس الطريقة بالظبط، تمام. والمين بيم هتبقى هي هي بالظبط المين بيم. بعد كده هنعرف ان شاء الله يعني ايه laterally supported ويعني ايه laterally unsupported. في الكونكشن هي هيختلف بقى حاجة، ان انا دلوقتي بقى عندي الكونكشن دي عليها شير وعليها مومنت. الاول كان عندي الكاميرا، ادي الكاميرا سيمبل وكاميرا سيمبل، وادي المين بيم. كنت انا باجي هنا عايز انقل رياكشن فقط، لكن لما تبقى كونتينيوس بقت الكاميرا عندي شكلها عامل كده، فبقى عندي هنا رياكشن وبقى عندي كمان مومنت، فبقيت عايز انقل المومنت وعايز انقل الرياكشن. طب هعمل الكلام ده ازاي؟ هعمل الكلام ده ان انا هعمل البيم تبقى بالمنظر اللي قدامي ده. ايه المنظر اللي قدامي ده؟ لو بصيت هلاقي ادي السكندري بيم وادي المين بيم، ادي السكندري بيم مربوطة بالانجل مع المين بيم. مش دي نفس اللي احنا خدناها؟ هي نفس اللي احنا خدناها بالظبط، بس لو احنا بصينا الانجل دي في اللي فاتت كانت رابطة ايه؟ كانت رابطة الويب ده مع الويب ده. ودايما كده قاعدة في الاستيل، لو انا عندي القطاع بتاع البيم بالمنظر ده، دايما لو انا عايز انقل الشير بربط المنطقة اللي في الويب دي فقط. طالما ربطت المنطقة دي كده يبقى انا كده نقلت الشير بتاع القطاع. عشان كده في اللي فاتت انا حطيت انجل هنا، ربطت الويب ده مع الويب ده، يبقى ساعتها كده انا نقلت الشير. طب لو عايز انقل مومنت، ساعتها لازم اربط الفلانجات كمان، اربط الفلانج اللي فوق واربط الفلانج اللي تحت عشان انقل المومنت. فهنا بما ان الكاميرا كونتينوس يعني انا عايز انقل فيها مومنت وعايز انقل شير، فاول حاجة حطيتها حطيت الانجل زي القديمة بالظبط، انا كده نقلت الشير خلاص، فاضل لي انقل المومنت. فقمت جاي حاطط البليد ده، فانا ربطت الفلانج بتاعة الكاميرا دي مع الفلانج بتاعة المين بيم مع الفلانج دي، وبعد كده الفلانج اللي تحت هحط لها بليد كمان وعديه جوه المين بيم واربطه الناحية التانية بنفس المنظر، فيبقى ربطت الفلانج اللي تحت مع البليت اللي تحت ده مع الفلانج اللي ورا. يبقى انا كده قدرت اربط الويب مع بعضه وقدرت اربط الفلانجات مع بعضها، فانا كده ضمنت ان انا اوصل الشير واوصل كمان المومنت. ازاي بقى اصمم الكونكشن دي؟ اول حاجة عايز اصممها المسامير اللي في الانجل، هي نفس الطريقة اللي فاتت بالظبط، ان انا هعتبر ان المسامير اللي رابطة الانجلز الويب مع الويب هي نفس المسامير اللي انا كان عندي المين بيم بالمنظر ده، والسكندري بيم كانت جاية كده، وبعد كده شطفتها كده، وبعد كده حطيت هنا انجل كده، وحطيت مسمارين هنا ومسمارين هنا، وسميت المسامير اللي هنا دي مسامير اللي رابطة مع السكندري بيم، وسميت المسامير اللي رابطة مع السكندري بيم دي ان واحد اللي هي هنا دي، وسميت المسامير اللي هنا دي ان اتنين. الاتنين دول هما بيشيلوا الشير فقط، فيبقى عندي نفس الطريقة احسب ال R single shear وال R double shear، تمام. وادي الشير اللي غاية على القطاع اللي هو 12.8، فيبقى هنا ان واحد هاخد الاصغر من تخانة الويب بتاعت السكندري بيم وتخانة الانجل عشان احسب الار بيرنج،
واخد الكيو اللي هي الشير على الار ليست، طلعت اللي انا محتاج 3 مسامير، اجي في ان 2 احسب الشير اللي عندي على الار ليست الاقل من الار سنجل شير والار بيرنج، يطلع لي محتاج 4 مسامير. تمام، فيبقى هنا انا محتاج 3 مسامير وهنا محتاج 4 مسامير. يبقى انا كده خلصت تصميم الكونكشن دي. في الغالب هنحط الاربعة دول هنحطهم 6 عشان يبقى الرسمة تقريبا سيمتريك، اللي انا عندي الانجل كده وادي السكندري بيم هنا كده والمين بيم جاي عمودية عليها كده. انا محتاج 3 مسامير عشان اربط السكندري بيم، فغالبا هحط هنا 3 مسامير و3 مسامير الناحية التانية في المين بيم. ادي دي المين بيم، فيبقى كده غالبا هحتاج احط الاربعة دول 6. طيب بعد كده قلنا هنعمل ايه؟ قلت اللي انا بعد كده هاجي عند الكاميرا التانية دي كده واقوم حاطط بليت من فوق ومسماره هنا وحاطط بليت من تحت ومسمره هنا. طيب البليتين دول كان لازمتهم ايه؟ لازمتهم اللي انا عايز انقل المومنت اللي هو النيجاتيف مومنت اللي على القطاع اللي هو هنا كان 0.75 في الام نود، حسبته لقيته 12 متر طن. طيب يبقى دي قيمة المومنت، هحسبها ازاي؟ احسب بقى اصمم الوسامات دي ازاي على المومنت. مش المومنت ده في الاخر انا ممكن احوله قابل كده، اسمي دي تي ودي سي، يبقى هنا السي بيساوي التي بيساوي المومنت على المسافة اللي بينهم، اللي هي المسافة اللي بينهم. طب المسافة اللي بينهم دي اللي هي ايه اصلا؟ مش ده دبس السكندري بيم؟ فيبقى في الاخر السي بتساوي دي بيساوي المومنت على الدبس بتاع السكندري بيم. يبقى انا كده طلعت قيمة الفورس دي. طب الفورس دي بتعمل ايه على المسامير؟ الفورس دي جاية عمودية على محور المسمار، فتبقى تعمل على المسمار شير. طب نعرف نصمم مسامير على شير؟ اه عادي جدا زي ما احنا بنصمم على طول. فيبقى هنا نيجي ان 3، حسبت التي او السي اللي هي المومنت مقسوم على الدبس بتاع القطاع. ادي المومنت قسمت على الدبس بتاع القطاع، هنا حطيت ده متر عشان ده كان طن في متر، فطلع لي في الاخر ان التي او السي 36 طن. طيب ال36 طن دول احسب لها ار سنجل شير ولا ار دبل شير؟ تعالى كده نبص تاني فوق المسامير دي، خلينا نشوفها. ادي اهو الشكل، ادي البليت وادي المومنت جاي كده، قسمت المومنت على الدبس، طلعت فورس هنا وفورس هنا. الفورس دي قلت بتعمل مسامير، على المسامير دي بتعمل شير، وقيمتها بتساوي المومنت على الدبس، الدبس اللي هو ده، وادي قيمة المومنت. طيب يبقى المسامير دي سنجل شير ولا دبل شير؟ هي هتبقى سنجل شير. تمام، ولما اجي احسب الار بيرنج هاخد تخانة الحاجتين اللي انا بربطهم اللي هي التي بليد مع التي فلانج بتاعة الاي بي اي 330. فيبقى هنا في ان 3 هفرض ان التي بلس بليد 8 مللي، فيبقى التي مينيموم هي الاقل من التي بليد والتي فلانج بتاعة السكندري بي. بعد كده احسب الار بيرنج واخد الار ليست من الار بيرنج والار سنجل شير، هلاقي الار سنجل شير هي الاصغر. يطلع ان انا محتاج 9 بولت اللي انا هقربهم، يبقى في الاخر انا محتاج 10 بولت. طب المسامير اللي تحت انا مش محتاج اصممها تاني لان انا في الاخر المومنت قسمت تي والسي والاتنين كانوا بيساووا بعض، فاكيد هيطلعوا لي نفس عدد المسامير، فيبقى محتاج 10 فوق ومحتاج 10 تحت. طب ارص ال10 دول ازاي؟ هتلاقيني هنا ان انا دايما بحط في الفلانج مسمار الناحية دي ومسمار الناحية دي، فهتلاقي ان انا لو عندي 10 مسامير برصهم على صفين، فيبقى عندي في الاخر 5 صفوف للكونكشن. طيب بعد كده عايزين نصمم الجاست بليت ده اللي فوق. ليه عايز اصمم الجاست بليت اللي فوق؟
مش دلوقتي انا عندي المومنت ده بيعمل هنا كده تنشن وكمبريشن، وعندي مومنت الناحية التانية بيعمل هنا تنشن بيعمل هنا كومبريشن. خلاص الكومبريشن ده غالبا هيتنقل بالبيرنج عند النقطة دي. طب التنشن ده مش ده بيشد البليت الناحية دي وده بيشد البليت الناحية دي، فأصبح إن البليت اللي فوق ده هو في الآخر كتنشن ممبر، يبقى أنا محتاج أعمل عليه تشيك الفورس اللي جاية على البليت ده قد إيه. الفورس اللي جاية على البليت دي اسمها التي اللي هي بتساوي المومنت على الدبس. طيب ازاي اعمل تشيك على حاجة عليها تنشن؟ كنا بنعمل تشيك ييلدينج وتشيك فراكشن. تشيك ييلدينج كنا بناخد على الاريا جروس، والتشيك فراكشن كنا بناخد على الاريا نت. طب اعمل تشيك فين؟ هنا ولا هنا ولا هنا ولا فين؟ في اي حتة. هعمل تشيك في حتتين، اول حتة هو الجزء ده اللي هو من المسمار هنا، وامشي كده عمودي على البليد ده وبعدين عمودي على البليد ده. طب هجيب دي منين؟ هجيبها بعد ما ارسم الرسم، هجيب المسافة دي بعد ما ارسم الرسم. فيبقى الطول بتاعي احسبه ازاي؟ الطول ده هو مجموع الاطوال دي اللي هو في الاخر الحتة اللي انا هقشرها بالاحمر ده، هو الطول ده اللي هحسبه اللي هو من اول النقطة دي لحد النقطة دي. ليه بقى؟ اشمعنى النقطة دي؟ عشان انا عند اخر مسمار ده هتبقى الفورس كلها اتنقلت للبليت خلاص. هي الفورس بتمشي ازاي؟ الفورس دلوقتي ماشية في الفلانج، بعد كده هتطلع على البليت تفضل ماشية في البليت، وبعد كده تروح على الفلانج اللي بعديه. فيبقى عند اخر مسمار هنا خلاص الفورس كلها طلعت من الفلانج راحت كلها على البليت، فيبقى الفورس كلها اتنقلت. يبقى هنا عند النقطة دي القيمة بتاعة الفورس بقت كاملة، وده أقل مسار أو أصغر مسار أعرف أجيب عليه، لأن أنا لو مشيت عمودي كده هلاقي إن المسافة دي أكبر، فيبقى المسافة دي أصغر فتديني كريتيكال سيكشن، عشان كده همشي بالمسافة اللي هي العمودية دي. طب فين تاني بقى اللي أنا عايز أعمل عليه تشيك؟ عند اتنين اللي هو عند النقطة دي. طب ليه عايز أعمل عليها؟ ما هي نفس الفورس، لأن هنا لو بصيت هتلاقي ان نفس الفورس، الطول هنا هيبقى اكبر شوية، بس هنا هتلاقي عندك كام مسمار؟ 1 2 3 4، عندك 4 مسامير، فالاريا نت بتاعت القطاع قلت، لكن هنا كان عندي مسمارين فالاريا نت اوريدي اكبر شوية. فهعمل تشيك عند الاتنين. اعمل تشيك ازاي؟ تشيك يلدينج وتشيك فراكشن. احسب ال ال من على الرسمة اللي احنا كنا لسه بنقوله. بعد ما احسب ال ال احسب الاريا. ازاي؟ ادي الاريا نت، اخد ال L1 اطرح منها مساحة مسمارين تمام، واضربها في تخانة البليت، وبعد كده اقول ان الفراكشر ادي الفاي في ال F ultimate، في ادي الاريا ناقص طرحت مسمارين، هنا المسمار كان 1.8 زائد كليرانس 0.2 فيبقى ب2، ضربت في تخانة البليت او اضرب على طول في الاريا نت اللي انا لسه حاسبها، يبقى طلعت الفراكشر تطلع اكبر من التي التيمت. بعد كده اليلد 0.85 اللي هي الفاي في الاف يلد، في الاريا جروس اللي هي الاريا كلها ال كلها في التخانه بتاعه البليت 0.8، وبرده يطلع لي اكبر من التي التيمت. ده كده سيكشن واحد واحد. هاجي عند سيكشن 2.2 اطلع برده ال ال بتاعته من الرسمه قد ايه، اطرح منها 4 مسامير عشان اجيب الاريا نت، فيبقى الفراكشر فاي في الاف التيميت في الاريا نت يبقى اكبر من التي التيميت، وبعد كده فاي في الاف ييلد في الاريا جروس اكبر من التي التيميت. كده يبقى احنا خدنا تصميم الكونكشن السيمبل والكونتينوس.